شركات الألعاب غالبا بيحاولوا انهم يصنعوا ويعرضوا ألعابهم بأفضل شكل ممكن، وبعض الأحيان شركات الألعاب بتاخذوا بعض القرارات الشاطحة أو الغريبة نوعا ما، وفكرهم هالقرارات رح تنجح لعبتهم، بس للأسف معظم هالقرارات الغريبة بتأدي إلى فشل اللعبة وأحيانا بتأدي إلى كارثة بالشركة كلها. فبهالفيديو رح أعرض لكم 5 قرارات غبية من شركات ألعاب أدت إلى كوارث، فيلا خلينا نبدأ. قبل ابدا الفيديو اليوم يا شباب، بس حاب اعلن عن الفائز بجيف اوي الشهر الماضي على كرت شاشة RTX 2080 سوبر المقدم من انفيديا وزوتاك جيمنج، واعلن عن الجيف اوي الجديد. فاذا ما يهمك الموضوع تبي تبدا الفيديو على طول، شيك التعليقات رح تلاقي تعليق مثبت في وقت بداية الفيديو، روح واضغط عليه. الجيف اوي كان على هالفيديوهين شايفينه قدامكم، واخترت الفيديو الثاني 10 العاب رح نلعبهم للابد لانه وصل 500,000 مشاهدة تقريبا، وكان في فوق 20,000 مشارك. فالفائز معنا هو ايمن كرافت، ان شاء الله الف مبروك، راح تواصل معك قريبا وارسل لك البطاقة. وقفوا الشهر الجديد برعاية شركة بنكيو. شركة بنكيو مختصة بصناعة الشاشات الخاصة بالجيمينج، نفس الشاشة شايفينها قدامكم حاليا اللي هي بنكيو EL2870U. هاي الشاشة فيها مواصفات جدا خرافية مقارنة بسعرها. الشاشة حجمها 28 انش اللي هو جدا مناسب لألعاب الشوتر، وفيها مو بس فول اتش دي، لا تدعم وضوح 4K HDR. فيها خاصية الاتش HDR اللي راح تفيدك كتير بالجيمينج، واللي يدعمها جهاز مثل البلاي ستيشن 4 برو والاكس بوكس الجديد، واللي تعطيك عمق جدا خرافي بالجرافيك بالعاب الفيديو. وفيها 4 مودات HDR، هو مود واحد بس انت فينك تضبط الالوان والاعدادات HDR على 4 مودات وتغير بينهم على راحتك بالشاشه. فيها ميزه الفري سينك من AMD يلي تخلي الصوره جدا سريعه توصل للجهاز، فما راح تحس بتاخير ابدا. كاتبين التاخير اقل من 1 ملي سكند او اقل من واحد جزء من الثانية، فهالشيء راح يفيدك بشكل جدا كبير بالذات بالألعاب اللي كل ثانية مهمة فيها، نفس ألعاب الباتل رويال، نفس فورتنايت وببجي. وغير هيك منتشرة حاليا بشكل جدا كبير نظارات الألعاب اللي تحمي عيونك من الألوان الزرقاء أو الإضاءة الزرقاء اللي تطلع من الشاشات. الشاشة هاي فيها خاصية الآي كير يلي تحجب بعض الألوان أو الإشاعات اللي ممكن تسبب ضرر لعينك، وفيها ريفرش ريت 60 هرتز، وفيها كتير خاصيات فرعية نفس السمارت فوكس وغيرها. وشيء الحلو ان كل هالاشياء بسعر $250 اللي هو اقل من 920 درهم او ريال سعودي. فلو معلومات اكثر عن الشاشه شيك اللينك الموجود بالوصف. وحاب اشكر بنكيو لانهم ارسلوا لي شاشه ثانيه اسوي عليها جيف اوي لكم، واللي هي شاشه الجيمنج بنكيو GW2480. فاذا حابب تفوت بفرصه الفوز على الشاشه، كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك بالقناه، واترك اي تعليق في حسابك انستغرام تويتر فيسبوك او حتى ايميلك عشان لو فزت اقدر اتواصل فيه معك. ويلا خلينا نبدا بالفيديو. بالمرتبة الخامسة لعبة ديابلو إيمورتال من شركة بليزرد أكتيفيجن. آخر لعبة ديابلو نزلت سنة 2012، وإلى اليوم يلعبوها الناس. اللعبة عندها جمهور جدا جدا كبير، فجمهور اللعبة جدا انبسط وفرح لما عرف إنه معرض بليسكون 2018 شركة بليزرد راح تعلن عن لعبة ديابلو جديدة. اللي ما يعرف شو معرض بليسكون، هذا معرض يصير كل سنة خاص بألعاب بليزرد. بليزرد عندها ألعاب بشكل جدا كبير، فيعملوا معرض خاص فيهم كل سنة يعلنوا فيه عن الألعاب الجديدة. جمهور اللعبة جدا فرح. اخيرا بعد 7 سنين شركة بليزرد راح تنزل جزء جديد للعبة ديابلو، فعدد جدا كبير راح معرض بليسكون بس عشان هالشيء. المؤتمر الخاص باعلان لعبة ديابلو اتفلى الناس كلهم متحمسين للعبة، واجت الشركة واعلنت عن لعبة ديابلو الجديدة، بس كان في مشكلة بسيطة انه لعبة جوال. يب، كانت لعبة جوال. اللي ما يدري لعبة ديابلو مو لعبة جوال ابدا، لعبة على البي سي وعلى الكونسول. فجمهور اللعبة جدا احبط لدرجة انه كان في كيو ان اي، انه في ناس يسألوا لعبة للمطورين على المسرح قدام الناس. فاجا واحد سأل سؤال انه يعني من كل عقلكم مسوين لعبة على الموبايل؟ ورد احد مطورين اللعبة برد جدا غبي، قال شو ما عندكم جوالات؟ شوفوا الفيديو معي. Hey, just was wondering, is this an out of season April Fool's joke? No, it's a fully fledged Diablo experience on mobile, which everybody will get to play. Is there any plans to make this playable on PC, or is this strictly mobile forever? Are there any? The current plan is to be on mobile. Both Android and iOS. We don't have any plans at the moment to do PC.
Do you guys not have phones? Yeah, you guys all have phones, right? Now. فشركة بليزرد أخذت صفحة جدا كبيرة. تعرفوا لما اللعبة قبل ما تنزل يكونوا ناس عم يهاجموها، فلما تنزل راح تكون مصيبة. فهذا الشيء اللي صار مع اللعبة، عدد جدا كبير من لاعبين اللعبة، من الناس اللي جدا يعشقوا السلسلة، قاطعوها ما لعبوا اللعبة لأنه بدهم لعبة كاملة. لعبة جوال راح تكون تسليكية، مهما ضبطوها ما راح تكون نفس لعبة بي سي أو كونسول. فحاليا الشركة أعلنوا إنه خلاص آسفين، قاعدين نشتغل على جزء جديد لديابلو على البي سي والكونسول. بالمرتبة الرابعة لعبة بيتي أو سايلنت هيلز من المطور هيديو كوجيما والناشر كونامي. نزلت ديمو للعبة بيتي اللي هي سايلنت هيل من تطوير هيديو كوجيما، والبطل فيه هو نورمان ريدوس اللي هو بطل مسلسل The Walking Dead ولعبة Death Stranding. فنزلت الديمو والناس عشقوا الديمو. أنا من الناس اللي قضيت ساعات على الديمو فقط. شوف فيديوهات لعبة على اليوتيوب راح تلاقي ملايين الفيوز، بيوديباي، كل الناس قاعدين يلعبوها. الديمو كان جدا ناجح، كان من أكثر الألعاب المخيفة والمرعبة يلي شافوها الناس. وللأسف ضل الديمو، ما نزلت اللعبة، كنسلت اللعبة. الديمو نزل 2014 وإلى اليوم الحالي ما شفنا اللعبة بسبب خلافات بين هيديو كوجيما المطور وكونامي شركة الناشرة. طبعا طلع كلام كتير بس ما نقدر نأكده صح ولا لا، انه كونامي قاعدة تضغط على هيديو كوجيما المطور لعبة. هيديو كوجيما عنده جماهيرية بشكل جدا كبيرة، فقاعدين يضغطوا عليه ليعصر اسم متل جير. هو المسوي ألعاب متل جير، فهو قال انه بده يوقف على الجزء الخامس خلاص، ما يبي يكمل. وكونامي تبي تعصر، تبي فلوس، لا سوي سادس، سوي جزء سابع، وهو ما يبي. فمن وراء هالخلافات طلع من الشركة، وصار موقف يأكد هالخلافات انه بمعرض The Game Award فازت لعبة Metal Gear 5 في احد الجوائز، وكونامي ما خلت هيديو كوجيما يستلم الجائزة. هو مصمم اللعبة، هو مخرج اللعبة، ما خلوه انه يحضر او يستلم الجائزة، شخص تاني اخذ الجائزة. فهذا الموقف اكد انه في خلافات بينهم، وهيديو كوجيما طلع من كونامي، وبعدين سوى لعبة Death Stranding. طيب وين الصفحة لكونامي؟ صفحة لكونامي انه حاليا صار شركة مكروهة بشكل جدا كبير. كل الناس وقفوا مع هيديو كوجيما وتهجموا على كونامي. فعليا اي لعبة جديدة لكونامي عليها هجوم، بالذات مثل جير. يعني نعرف انه هيديو كوجيما طلع لانه ما يبي يعصر لعبة مثل جير، وكونامي بعد بسنة نزلوا مثل جير سيرفايفل، واللعبة اخذت تقييم جدا واطية وما حد اشتراها. وكونامي ما لهم مسترجين انه ينزلوا جزء جديد من مثل جير، لانه راح يعرفوا مهما كان خرافي راح يجي هجوم وما حد راح يلعبها. فحاليا كونامي ما فينهم ينزلوا جزء جديد للعبة ميتل جير لأنه راح يجي هجوم جدا كبير. ما فينهم يرجعوا لعبة سايلنت هيلز لأنه بدون هيديو كوجيما ما حد راح يلعبها. وأي لعبة جديدة قاعدين ينزلوها هجوم ودسلايكات. فإيه كانت صفعة جدا قوية وقرار جدا غبي من كونامي إنهم يضغطوا هيديو كوجيما وبعدين يطردوه. بالمرتبة الثالثة لعبة ستار وورز باتل فرونت 2 من المطور دايس والناشر إي إي. الجزء الأول للعبة اللي هو ستار وورز باتل فرونت 1 كان يعني كويس، ما هو خرافي ولا سيء، بس مو الشيء الواو اللي جذب اللاعبين بشكل جدا كبير. فالناس لما شافوا انه نزل اعلان للجزء الثاني، والاعلان كان رهيب، الاعلان كان رهيب، الجرافيك والجيم بلاي كان جدا خرافي واللعبه كانت حلوه. بس مع نزول اللعبه اللاعبين انتبهوا للشيء بسيط باللعبه، واللي هو ان اللعبه فيها نظام لوت بوكس او مقامره خلنا نقول جدا غبي وجدا سيء. في شخصيه دارث فيدر اللي هي من اهم الشخصيات بسلسله ستار وورز، اذا شايف اي فيلم ستار وورز راح تعرفه. فهالشخصيه الكل بيلعب فيها، فاذا تبي تفك هالشخصيه عندك خيارين، يا اما تلعب 40 ساعه لتفكها. 40 ساعه متخيلين؟ 40 ساعه يعني يومين تقريبا لعب متواصل لتفك هالشخصيه. او ادفع فلوس، مو تدفع فلوس لتشتريها، لا يا ريت ادفع فلوس وفتح باكيجات وفتح باكيجات على حظك ليطلع لك الشخصيه او لا. فيعني مقامره. فيعني لو كان انه مثلا العب 12 ساعه 15 ساعه لتفكها، او افتح باكيجات اوكي، او خلنا نقول 40 ساعه لتفكها ما في مشكله، بس يعطوك خيار انك تشتري الشخصيه ب $20 مثلا، كمان الناس ما راح يعصبوا. بس الخيار الوحيد لتفتح الشخصيه هو انك تلعب 40 ساعه او تضل تفتح باكيجات وتقامر لتطلع لك. هذا كان شيء جدا مرفوض، وصار هجوم بشكل جدا كبير على اللعبه، وحملات عرضت لمقاطعه اللعبه لدرجه انه اكثر بوست عليه ديسلايك بتاريخ ريدت هو البوست اللي الشركة عم تحاول تبرر فيه موضوع الباكيجات. انتم شايفينه قدامكم عليه فوق النص مليون ديسلايك البوست، وفعلا الناس قاطعوا اللعبة واللعبة طاحت، مع انه الشركة بعد هالشي كله عملوا ابديتات، زبطوا هالكلام، خلوا انه خلاص يمديك تفك الشخصيات طريقة اسهل، اشالوا نظام الباكيجات، مو شالوه بس عدلوه حسنوا. بس للأسف الضرر صار جدا كبير، والناس اللي طلعوا ما رجعوا للعبة. فاي كان ضرر جدا قوي وخسارة جدا كبيرة
كبيرة لشركة EA من وراء القرار الغبي اللي هو قرار الطمع. بدهم فلوس، بدهم ياك تدفع فلوس لتفك الشخصية اللي تحبها. وحاليا مفروض الشركة تسوي Star Wars Battlefront 3، بس لا، لغت هالموضوع وسوت لعبة Star Wars ثانية اللي هي Star Wars Jedi Fallen Order، اللي هي عبارة عن Story Mode عشان نوعا ما يحسنوا صورة ألعاب Star Wars. الأفلام ما عليه كلام، بس ألعاب Star Wars حاليا عليها سمعة جدا سيئة. فبآخر جزء اللي نزل من شهرين تقريبا نوعا ما حسن سمعة ألعاب Star Wars، كان فقط طول قصة ما في أونلاين وكان جدا ناجح. فممكن نشوف Star Wars Battlefront 3 قريبا بدون نظام الباكيجات والطمع الغبي هذا. بالمرتبة الثانية لعبة Watch Dogs الجزء الأول من المطور والناشر Ubisoft. قبل أن نتكلم عن Watch Dogs، Star Wars بالمرتبة الثالثة الشيء اللي سوته أدى أنه ألعاب Star Wars صار عندها سمعة سيئة، بس شركة EA بشكل عام باقي ألعابها ما تأثروا. يعني الناس ما قاطعوا فيفا، ما قاطعوا باتل فيلد أو غيرها من ألعاب EA من وراء الشيء اللي سوته مع Star Wars. وهالشيء يختلف بلعبة Watch Dogs مع الناشر Ubisoft. أظن كلكم يعرف القصة، اللي ما يعرفها راح أقولها بشكل جدا سريع. Watch Dogs أعلنوا عنها بمعرض E3 ونزلوا إعلان رهيب، إعلان الجرافيك فيه جدا رهيب، الإضاءة الميكانيكية، وإعلان خرافي. والناس اتحمسوا قالوا واو أخيرا راح نشوف لعبة بجرافيك ما شفناه بحياتنا. بعدين نزلت اللعبة وكان ما فيها أي شيء من الإعلان، نفس اللعبة بس مع جرافيك أسوأ بكتير، ما في إضاءة، ما في لايتنينج نفس الإعلان، ما في التفاصيل نفس الإعلان. فمن يومها صارت سمعة شركة Ubisoft بالأرض، فعليا سمعة الشركة صارت بالأرض. ونزلت بعدها لعبة Rainbow Six Siege وكمان نزلوا إعلان خرافي، وبعدين نزلت اللعبة وما كانت نفس الإعلان أبدا. من يومها شركة Ubisoft صارت سمعتها جدا سيئة، صار فعليا اي واحد جيمر تذكر قدامه اسم Ubisoft راح يقول لك ايه هاي الشركة الكذابة. مع العلم انه حاليا شركة Ubisoft غيرت هالشيء، صارت لما تنزل لك اعلان تشوف اللعبة نفس الاعلان، ما راح تنزل لك اعلان خرافي، لا، اعلان لجرافيك لعبة كويس معقول، بس تشوف اللعبة نفس الاعلان، مو والله اعلان خرافي ولعبة عكسها، لا، صار ما في كذب بالموضوع. وصاروا ينزلوا العاب ناجحة بالفترة الاخيرة، بس الى الان سمعة Ubisoft جدا متأثرة من ورا الشيء اللي عملوه مع Watch Dogs ولعبة Rainbow Six Siege. يعني عدد جدا كبير من اللاعبين حاليا لو تقول له Ubisoft راح يقول لك ايه هاي الشركة الكذابة كذا كذا، مع انه الشركة حاليا قاعدة تسوي اشياء جدا خرافية، بس نحن كبشر طبيعتنا نتذكر الشيء السيء ما ننساه بسهولة. بالمرتبة الاولى مو لعبة او شركة العاب صارت سمعتها سيئة، لا، جهاز العاب بالكامل اخذ ضربة جدا قوية من وراء قرارات غبية سووها، اللي هو جهاز الاكس بوكس 1. طبعا جهاز الاكس بوكس 1 نزل بنفس الوقت مع جهاز البلاي ستيشن 4، وبمعرض E3 اللي اعلنوا فيه عن الجهاز الشركة قالوا بعض الأشياء الجديدة اللي جاي مع جهاز الأكس بوكس. أول شغلة إنه الجهاز يحتاج إنك تكون متوصل بالإنترنت دائما، حتى لو تبي تلعب لعبة أوفلاين، لعبة قصة ما تحتاج أونلاين، لازم تكون متوصل بالإنترنت عشان تلعب هاللعبة. فنوعا ما أحد الأشخاص سأل، في دول بالعالم ما عندها إنترنت كويس، في ناس يشتروا جهاز وما عندهم إنترنت. قال لمح مطور الجهاز إنه الجهاز ما هو موجه لهالناس، إنه نوعا ما جهازنا موجه للناس اللي في دول العالم الأول اللي عندهم انترنت كويس. طبعا هالشي عصب عدد جدا كبير من الناس. بالمقابل المنافس بلاي ستيشن 4 قال لا، ما تحتاج تكون اونلاين لتلعب اي لعبة، اشتري اي لعبة بس وصل اونلاين لتحملها وتسوي الابديتات وبعدين افصل النت ولعبها على راحتك اوفلاين. مو بس هيك، بعدين الاكس بوكس اعلنوا انه لو اشتريت لعبة سي دي او حتى حملت لعبة داونلود ما يمديك تعطيها لصاحبك، حتى لو اشتريت لعبة سي دي، اشتريت لعبة تختيم ختمتها خلاص تبي تبيعها وتعطيها لصاحبك ما يمديك، اللعبة ما رح تشتغل الا على جهازك. هالشي كمان عصب عدد جدا كبير من الناس. والمنافسة اللي هي بلاي ستيشن نزلوا اعلان يتمسخروا فيه على الاكس بوكس، قال شرح كيف تشارك اللعبة مع اصحابك. وفي الاعلان مدير سوني بيستعير لعبة من احد الاشخاص، فقال الخطوة الاولى مسك الشريط عطايا، نوعا ما استهزاء بالاكس بوكس. شوفوا معي الاعلان. This is how you share your games on PS4. Thanks. فحاليا صفعتين للاكس بوكس، صفعة انه الناس اللي ما عندهم انترنت كويس معصبين، وصفعة الثانية للناس اللي يحبوا يشتروا الالعاب يختموها وبعدين يبيعوها او يشاركوها مع العابهم ما رح يقدروا يسووا هالشي. الصفعة الثالثة هي السعر، الجهاز كان سعره اغلى $100 من البلاي ستيشن 4. فكل هالقرارات الغبية من مايكروسوفت اللي هي ما يمديك تشارك العابك، لازم اتصال بالنت، وسعر جهاز غالي، ادى الى كسح بلاي ستيشن 4 للاكس بوكس 1 بشكل كامل. بلاي ستيشن من فترة اعلنوا انهم باعوا
فوق 100 مليون جهاز بلاي ستيشن 4، بينما الاكس بوكس اخر مرة اعلنوا انهم شحنوا 30 مليون اكس بوكس، شحنوا مو باعوا، ومن بعدها ما طلعوا اي ارقام، وواضح جدا انه حاليا جهاز الاكس بوكس 1 مكسوح بشكل كامل. وفوق هذا كلها بلاي ستيشن نزلت حصريات جدا قوية مثل God of War، Spider Man، Bloodborne، Horizon، Uncharted، هالالعاب كلها حصرية للبلاي ستيشن، بالمقابل الاكس بوكس ما كان عنده اي شيء. فكل هالاشياء ادت الى قتل الاكس بوكس بالسوق بشكل كامل واكتساح بلاي ستيشن، مع العلم انه اكس بوكس لغوا كل قراراتهم الغبية، لغوا قرار انه لازم تضل شابك بالنت لتلعب، لغوا قرار انه ما يمديك تشارك العاب، ورخصوا سعر جهاز الاكس بوكس $100 لانه شالوا منه الكونكت. بس خلاص الضرر كان جدا كبير وما قدروا ينافسوا بلاي ستيشن ابدا. فممكن السنة القادمة الاكس بوكس الجديد اللي هو اكس بوكس سيريز اكس يطلع فوق البلاي ستيشن، ما ندري، نستنى ونشوف. فاي شباب، هذا فيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم، اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، وشاركونا بالتعليقات شو في شركات العاب تانية سوت كوارث ما ذكرتها بهالفيديو. وبس، كان معكم شركيال وشركة كيش، كم ديهات تاني ان شاء الله، مع السلامة.